تدني رواتب المعلمين. تبنى النائب محمد أبو العنين عضو مجلس النواب قضية تدني رواتب المعلمين، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود ثورة لتطوير التعليم ويفاجئنا بإجراءات مميزة للمنظومة والمعلم، قائلا: المعلم قلب العملية التعليمية، والبرلمان حريص على منحه حقوقه كاملة. وتابع أبو العنين في تصريحات له أنه طرح قضية المعلمين في المدارس الخاصة وتدني رواتبهم خاصة في ظل أزمة كورونا، موضحا أن هناك 96 ألف معلم يعملون في 9000 مدرسة خاصة ويتقاضون رواتب متدنية. وأكمل أبو العنين أن أجور قطاع كبير من معلمي المدارس الخاصة لا تزيد عن 800 جنيه، كما أن وزير التربية والتعليم وعد بدراسة الأزمة وإيجاد حلول لها خلال 4 أسابيع، قائلا: الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب طالب وزير التعليم بتقديم حل شامل للبرلمان خلال المدة المحددة. وأكد النائب محمد أبو العنين أنه طالب وزير التربية والتعليم بحساب حوافز ومكافآت المعلمين على أساسي مرتب 2020 وليس